فبنقول طبعا الحمد لله. وارد في الكوره ان الفرقه تبقى مش حالتها، ياما فرق كبيره ما تبقاش في حالتها فبتخسر انت وانت مش في حالتك ومش في يومك. لا اللعيبه كنت اقرب للمكسب كمان، فبنقول الحمد لله ان برضو يعني ده يعني ربنا رحيم ان احنا ما نخرجش مثلا، ممكن كنا خدنا دخل فينا هدف واحنا مش كويسين في يومنا، لكن بنقول الحمد لله كنا نمني النفس ان احنا نكسب. لكن برضه ما فيش فرقه سهله في الدوري يا كابتن بركات. لا الدوري صعب يا كابتن اوي، الدوري صعب ولا داخليه ولا اسوان، كل مباريات الدوري صعبه يا كابتن. وبعدين بص للجدول هتلاقي انا الماتش النهارده كان نقلني سادس او سابع طلعني فوق، طبعا مع ذلك النقطه دي طلعتني مركز وقدامي اربع فرق نفس يعني وده اللي عمله اسوان، كسب ماتشين بقى عنده 6 بونت، ساب ناس كتير تحته بالظبط كده. فانا عايز اقول لك ان لا النقطه بتفرق في الدوري ده السنه دي، النقطه بتفرق. اللي هيقعد اللي نزل السنه اللي فاتت نزل على نقطه، واللي هيقعد برده السنه دي على نقطه، واللي هياخد مركز متقدم هتبقى فرق بينه وبينه قدام النقطه. انت لو شفت هتلاقي 6 فرق تقريبا في الجدول نفس البونت، ولا اللي فوقيهم فرق نقطة ونقطتين. يعني النهاردة كنت بقى سادس، فنط تخيل من 11 من ال 12 للسادس 6 مراكز في مباراة واحدة. فالدوري لسه طويل والدوري قوي وكل فرقه كويسه، وفرقه حرس الحدود فرقه محترمه ومعاهم الكابتن احمد ايوب مدرب محترم شكلهم كويس، وفرقه يعني من الفرق برضو اللي هي لو لقت المكسب في مباراه هتبقى صعبه هتزيد ثقه اكتر. لكن احنا فرقتنا النهارده انا برضو بشكر لعيبتي على المجهود اللي عملوه النهارده في ظل بعض الغيابات، في ظل عوده بعض المصابين، في ظل ان احنا ما كناش في حالتنا الفنيه اللي احنا كنا عليها الماتشات اللي فاتت. ففي الاخر نقول الحمد لله، يعني ربنا اكيد شايل لنا حاجه احسن ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق. شكرا كابتن احمد كشري المدير الفني لإنبي، ونتمنى طبعا لإنبي التوفيق، يعني إنبي فريق كبير، وطبعا كابتن كشري من المدربين الكبار المميزين اللي بنعتز بيهم جدا عندنا في الدوري المصري وفي مصر بصفه عامه.